في حدا إذن متابعينا الكرام أسعد الله صباحكم. نحن الآن متواجدون وإياكم عبر وكالة جي ميديا عبر البث المباشر. نحن الآن متواجدون في بلدة بيت ريما غرب مدينة رام الله، حيث اقتحام لقوات الاحتلال والأليات العسكرية الآن في ساعات الفجر، حيث كما نشاهد الجنود منتشرين في القرية، حيث يتم الآن اقتحام منزل باسل البرغوثي الذي تم اقتحامه واعتقاله قبل يومين ليتم الإفراج عنه اليوم، حيث عاودت الأليات العسكرية اقتحام المنزل من جديد في ساعات الفجر، حيث نشاهد وإياكم أعداد الكبيرة العسكرية التي تقتحم في هذه اللحظات بلدة بيت ريما غرب مدينة رام الله. هيا جاي جل الجبات ورا بعض. لا 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 وقف وقف نايف. اشرف انتبهوا على نص البلد. من عند اشرف محوحات محوح ولا جحش. انتبهوا على نص البلد. انتبهوا على نص البلد. المشاة طلع من دار غانم. هيا جينا جينا الجباب. هيا جينا الجباب. شنو العطا ده؟ إذن نشاهد الآن الأليات العسكرية تتجه باتجاه البلدة. إذن نشاهد وإياكم الأعداد الكبيرة للأليات العسكرية التي تقتحم بلدة بيت ريما في هذه الأثناء. إذن نشاهد وإياكم متابعينا الكرام الأعداد الكبيرة للأليات العسكرية الآن تدخل وسط بلدة بيت ريما غرب مدينة رام الله. وين راح يوسف؟ نحن نهيج ولا راح نهيج؟ الحارة جوا؟ متأكد؟
إذا متابعينا الكرام، كما شاهدنا قبل قليل أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما في هذه الأثناء، حيث اقتحمت بقوة عسكرية كبيرة جدا بلدة بيت ريما غرب مدينة رام الله. وكما نشاهد وصول الإسعاف الفلسطيني إلى موقع الاقتحام. وين راحوا؟ وعم بدي أنزل. في نص البلد يطلع. إذا متابعينا نحاول الآن الوصول إلى مكان نحاول الوصول الآن إلى مكان نستطيع منه رؤية الآليات العسكرية التي اقتحمت البلدة في هذه الأثناء. لحد هذه اللحظة لا يوجد أي إصابات داخل البلدة. إذن على ما يبدو مشاهدينا الكرام انسحاب للآليات العسكرية من بلدة بيت ريما.
إذن متابعينا الكرام، كنا وإياكم من بلدة بيت ريما غرب مدينة رام الله، حيث اقتحمت عدد كبير من الآليات العسكرية البلدة في ساعات الفجر، وقاموا باقتحام منزل الشاب باسل البرغوثي، حيث تم اقتحامه قبل يومين وتم اعتقاله والإفراج عنه. وفي ساعات هذا الفجر تم اقتحام منزله مجددا بعدد كبير من الآليات العسكرية. إذن ابقوا معنا عبر وكالة جي ميديا، دمتم في أمان الله.